بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 2، شوف المقطع الخامس. شوف الـ Rectangular Coordinate، Cylindrical Coordinate، Spherical Coordinate اللي هو General Heat Conduction. In the last session we considered one-dimensional heat conduction and assume heat conduction in the other direction to be negligible. اعتبرناها الهيت عشان في اتجاه واحد والاتجاهات الاخرى انها مهمله. Most heat transfer problem encountered in practice، الحياه العاديه العمليه، can be approximated as being one dimension. لكن في بعض الاحيان this is not always the case. بعض الاحيان we need to consider heat transfer in the other direction. بعض الأحيان نحن مضطرين إن نشوف الهيت ترانسفير اللي في اتجاه في الاتجاهات الأخرى لأنها تكون قيمتها غير مهملة. In such case heat conduction is said to be، في هذه الحالة لما يكون عندنا أكثر من اتجاه نسميها multi. multi تعني أكثر من واحد، multi dimensional. And in this section we develop the governing differential equation في حالة rectangular cylindrical spherical coordinate. اولا في حالة rectangular coordinate، لاحظ نحن المرة الماضية لما كنا one dimensional كنا نعتبر بس انه qx وبعدين qx plus delta x خلال الالمنت اللي سمكو delta x، صح؟ كان عندنا بس هذه ناقص هذه وعندنا هذه. لا، المرة هذه نعتبر كمان اللي هو ال y direction مهم عندنا وال z direction مهم عندنا، إذا لازم نحطهم كلهم في المعادلة. إذا هنا عندي عند ال x وال y وال z، وعند ال x plus delta x، y plus delta y، z plus delta z. هذا لأنها أصلا فوليمتريك ما فيها مشكلة، وهذه نفس الشيء. أوكي، لي element نفس المعادلة نفس المعادلة، لكن هنا بس الفوليوم لاحظ انه يساوي دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. الفوليوم تبع الاليمنت هذا هو ابعاده ثلاثة، الاكس في الواي في الزد، صح؟ هذا هو الفوليوم. نفس الشيء الفوليوم هنا هو دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. نروح نشوف المعادلة، بس نعطي قيمة هذه، نعطي قيمة الدلتا اي، نقسم هنا على ايش؟ نفس الشيء نقسم على دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. لاحظ هنا لما ناخذ كيو اكس ناقص كيو اكس بلس دلتا اكس نقسمها على دلتا اكس، لما نكون عندنا بالنسبه للواي نقسم هنا على دلتا واي، نقسم هنا على دلتا زد، ونخلي دلتا اكس دلتا واي دلتا اكس دلتا زد دلتا واي دلتا زد نخليها برا لان هي الاريا. اوكي، لاحظ لما دلتا اكس جو تو زيرو هذه تصير عندنا هي واحد على دلتا اكس، دلتا على دلتا اكس، كي دلتا تي اوفر دلتا اكس. اذا المعادله صارت عندي بهذا الشكل، واضح؟ هي نفس المعادله اللي كانت عندي المره الماضيه في الون دايمنشنال، بس كان عندي هذه بس وهذول الاثنين. هنا بس اضفنا لها الاتجاه اللي هو الواي اتجاه تبع الزد. لما تكون الكونستانت كوندكتيفيتي طبعا نطلع الكي ونقسم عليها، نطلع الكي ونقسم عليها، وبالتالي نفس المعادله كمان يكون عندي هنا ثيرمال ديفيوزيفيتي. المعادله المره الماضيه في الون دايمنشنال كان عندي هذولا وهذا، هلا ضفنا لها الواي والزد. لما نكون في ستيدي ستيت قلنا ايش؟ لا يتعلق بالزمن، هذا الطرف يكون يساوي الصفر، صح؟ لكن هاي تسمى بواسون اكويشن. لما يكون ترانزيانت هذه دلتا تي موجودة لكن نو جنريشن هذه مهملة، إذا تصير عندي هذه المعادلة وتسمى ديفيوجن اكويشن فيها ثيرمال ديفيوزيتي. لما يكون ستيدي ستيت ونو جنريشن تكون عندي هذه المعادلة اللي هي تسمى لابلاس اكويشن. لاحظ المرة الماضية كان عندنا بس هذا الطرف يساوي صفر، لا ضفنا الاكس والواي والزد. بالنسبة للسلندر كوردينيت
لاحظ هنا ناخذ element جزء من السلندر، هذا يبعد r وسمكه دلتا r. ناخذ مركبة هذا ال r، مش هنا ال r، ناخذ مركبة على ال x وناخذ مركبة على ال y. هنا الزاوية هذه هنا بما أن المجاور تبعها وهو الكوساين r كوساين ال x هي r كوساين، وال y لأنه الطرف الثاني اللي هو المقابل له هو r ساين، والزد هي نفسها في الاتجاه. إذا المعادلة تصبح بهذا الشكل اللي هي الجنرال إيكويشن. بالنسبة للسفير عمل نفس الشيء ويعطينا المعادلة اللي هي الجنرال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.